نحب نستدعاكم لمسرحية اسمها روميو جولييت 2012، جعفر قاسمي وسماح دشراوي. يهديك. لا يا صلاح راي، واش تحكي معايا جملة روميو؟ شامت لك يزيني منك وصعي بالك. ماشي نوسع بالي معاك بالكل. صح، حضرت لك مفاجأة. شنو هي المفاجأة؟ نحب نخرجك تشرب قهوة. وين؟ في قوبلي. الله لا تربحك يا روميو في قوبلي. 10 سنين وانا نتبع فيك ما ربحت منك شيء. واش تحبي تربحي مني؟ برومو سبور ني. ضيعت عليا مستقبلي يا روميو، وضيعت عليا الخطاب. اسمع يا روميو، ما عادش نخرج معاك جملة. انا راني بنت فاميليا ونخاف على سمعتي. ما عاد نخرج معاك يا روميو، ما نخرج معاك تعرف وقتاش الا ما تجي تخطبني. وباش باش نخطبك؟ بطلني التوا. بطال يا روميو، حكومة ذلت نحات وحكومة ذلت شكلت وانت التوا بطال. يا ولدي برا شوف حل في حياتك. محسوبتي تخدت يا كبيركة. خليني ساكت. وشوك الخطاب عاد، شوك الخطاب، خطاب باشين خطاب جايين، بربي شكون يخاطبك؟ خليك شكون يخطبني يا ودي شبيك؟ تقول شكون اللي ما خطبنيش؟ انا هكا 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 الخطاب قدام باب دارنا. يا ودي برا شوف، تو تشوف اون ديري اعتصام باردو دو، شي على اليمين وشي على اليسار. انا ما نحبش، جي با اونفي. تعرف يا روميو، تعرف يا روميو، منهم واحد خطبني. تعرف لشكون يشبه؟ طلع لشكون؟ فوله وتقسمت على اثنين، هو وتو محروز. تعرف يا روميو، تعرف يا روميو، الفرق الوحيد اللي بيناتهم انه هو تقول عامل اكسيدون هكاهو. تو محروز يخذيه رجل هذاك. ما نحبوش انا، نحب كان روميو. خش اسمع روميو. وتعرف واحد اخر اختبني كيفاش؟ اغني 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 ما يعرفش على طرف خليه. وين تعرف يا جولييت؟ يا عندك زنس كذب. ما تعرفش على طرف خليه وين؟ اسمعني ايش قلتي تو؟ فاش نعملوا قهوه؟ وين؟ في قبليه. الله لا تربحك يا روميو في قبليه، وانا مازلت نخرج معاك يا روميو. نسيت روحك شنو عملت المره الاخرى؟ وش عملت لك؟ نسيت روحك وش عملت المره الاخرى؟ وش عملت لك؟ صالح سكوش يبركيني قدام عينيك وانت تتفرج، وبعد عملت هكا وهربت وخليتني حشومه قدام ولاد الحومه. ما هربتش. اهرب. ما هربت. اهرب. ما هربتش. أهرب. ما هربتش. نترينا وقتها. شوفي بدني نترينا. واسمعيني، زيد وقتها حبيت نحي الكرش، وزيد وقتها الامن مش مستتب. باهي يا سيدي، باهي المره ذيك تترينا والذوب في الكرش والامن مش مستتر، والمره الاخرى في المترو. وقت ايه؟ نسيت روحك. وقت ايه؟ وقت اللي جاك الراجل باش يبراكيني وحط عليا موس، وانا قلت لك يا روميو يا روميو يا روميو يا حبيبي انقذني من هذا الخطر الداهم، وانت قلت لي يا بنتي برا بعدني من نعرفك. وقتها في المترو. هي كونتروليور هذاك. ايش كونتروليور؟ لا 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 لا، هذاك مش كونتروليور. اللي بجنبه. يا بنتي هذاك في الصاله، ردي بالك منه. بالحق. اسمعيني انا، وقتها ما زلت كي دخلت الترين، هو وقتها جبدت عليك حديد واحنا ما زلنا ما دخلناش في الحديد. وكان دخلت في الحديد راني وريتك فيه، وفي بالك حاجه؟ الحديد يزيد. باهي الحديد يزيد المرة ذيك والمرة الأخرى. وقت إيه؟ وقت اللي مشينا نفطروا في الريستوران تاع مونجي خويا. وقت إيه؟ وإحنا بدينا ناكلوا وكجماعة هدوا علينا وضربوا خويا فشخوه بطريحة، وأنا نقول لك يا روميو يا روميو يا روميو أنقذه من هذا الخطر الداكن، وأنت قلت يا بنتي صلي على النبي باش يهمك فيهم. كولي وسكتي. هي قلت لك كولي وسكتي. وزيد أنا نتبع كلام الأنترينير نتاعي، قال لي عمرك ما تعارك على خويا. وزيد خوك جابها الروح. ولا جابها الروح. الا جابها الروح. تحال الريستورون كاتب فيه الفوق صحافي لبلابي. يا ودي ايش حبوا يعمل؟ ما يبيع في اللبلابي يكتب كروفات. لا ما يكتبش كروفات وما يكتبش صحافي لبلابي. في بالك حاجه؟ اللي شدوه كاتب صحافي لبلابي ولا هو صحافي يفشخوه بطريحه. وزيد خوك مش يترين. ايش قلتي؟ فيش في القهوه.
وي باش نشربوها القهوة في غوبلي. الله لا تربحك يا روميو. اسمع يا روميو، تعرف وقتاش باش نخرج معاك؟ وقتاش؟ وقت اللي ندخل نترينا. سماحة الدشراوي وجعفر القاسمي.